قام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بوضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر. وكان في استقبال الرئيس السيسي لدى وصوله الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة. وقام الرئيس السيسي بوضع إكليل الزهور على قبر الجندي المجهول، وعزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد. ثم قام الرئيس السيسي بوضع إكليل من الزهور على قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات وقراءة الفاتحة ترحما على روحه الطاهرة ومصافحة عدد من أفراد أسرته. كما صافح الرئيس السيسي عددا من كبار رجال الدولة وكبار قادة القوات المسلحة. ثم توجه الرئيس السيسي إلى مسجد جمال عبد الناصر بكبر القبة، حيث قام بوضع إكليل الزهور على قبر الزعيم الراحل جمال عبد الناصر وقراءة الفاتحة ترحما على روحه الطاهرة.